هي دي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا النهارده يوم المباراة، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، سوبر الكلاسيكو العربي، سوبر الكرة المصرية، ودايما النادي الأهلي ليه استعدادات خاصة لهذه المباراة. ومنذ أن وصل الفريق هنا إلى إمارة أبو ظبي والاستعداد لهذه المباراة، كان هناك اجتماعات مطولة سواء ناحية فنية أو ناحية إدارية، لكن هناك جزء مهم جدا لا يقل أهمية عن النواحي الفنية والنواحي الإدارية، هو جزء التغذية. وبالتالي خلال الأيام الماضية كان هناك اجتماع لدكتور هاني وهبة أخصائي التغذية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الشيف ماهر الصواف، الشيف السوري المسؤول عن الطعام الخاص ببعثة فريق النادي الأهلي وتحديدا الجهاز الفني واللاعبين. شيف ماهر برحب بيك، وحضرتك طبعا سوري الجنسية، فبنرحب بيك على شاشة قناة الأهلي وبنتمنى لك التوفيق. ونبدأ معاك كده واحدة واحدة، استعديت ازاي مع بعثة النادي الأهلي للأطعمة والتغذية في اجتماعاتك المطولة مع الدكتور هاني وهبة؟ اول شيء بحب ان شاء الله تكونوا من الفائزين اليوم بالمباراه. طبعا كان تنسيق مع الدكتور هاني مطول اول يوم، حاولنا نعمل الاكل يكون هيلثي، عارف كيف، عشان صحه اللعيبه، ويكونوا كثير ما يكونوا متضايقين من الاكل، مشان تعرف التدريب واللعب في المباراه لازم يكون الاكل ما في شغلات الكريم او شغلات اللي هي الحلويات الثقيله او يكون مالح. فالدكتور هاني اعطاني شويه تفصيل عن هالشغلات، حاولت انا بقدر الامكان اعرف كيف انه اكون فلكسبل معه مشان نقدر نظبط لهم اللعيبه يكونوا مبسوطين من الاكل. ويعني طبعا كان في شويه صعوبات بس ان شاء الله يعني تخطيناها بشغلات كثيره، عارف كيف. ايه هي العناصر الغذائيه اللي ممكن لاعب كره القدم بتكون شيء من متطلبات ان هو بيحتاجها عشان بيقدم مباريات كره القدم؟ وبعث الاهلي تحديدا كانت ايه الاكلات او ايه الوصفات اللي كانوا بيحتاجوها في الطعام؟ وهل كان في طلبات كانت صعبه بالنسبه لك في اطعمه او تغذيه في نقاط معينه؟ هلا اكيد مثل ما قلت لك كان في عندنا شويه صعوبات، واجهنا شويه صعوبات لحتى قدرنا نعرف شو الطلبات اللي هن الاكل الموجود اللي بدهم اياه. يعني كان اكثر شيء راك على هي السباجيتي المكرونه، عارف كيف، وشغل يعني السمك كنا ما نعطيهم على الغداء، نعطيهم العشاء، عارف كيف، لانه كان تعرف السمك بيكون شوي يعني مشان جسم اللعيبه ما يكون ثقيل عليهم. الستيك او البيف، عارف كيف، بدون لحوم الخروف طبعا، بس بيف، عارف كيف، فكنا ممنوعين انه نعطي لحم الخروف مشان كمان اللعيبه يكون يقدر يعني يتدرب كثير على الماتش اللي هو حيلعبه. واجهتنا الصعوبات اللي واجهتنا كانت اللي هي الحلويات، اللي بده الحلويات انه تكون السكر فيها خفيف، عارف كيف، وكنا يعني بتعرف يعني انه يعني مثلا الكيك لازم يكون فيه سكر، عارف كيف، فلازم هو يكون خفيف لايت اكثر شيء، فعملنا له اياه هون، عارف كيف، حسب ما طلبهم الدكتور هاني. طبعا مثل ما قلت لك كان في صعوبه بس مش مشكله، يعني تخطيناها، يعني مش مشكله، لانه بهمنا كمان الفريق المصري انه يربح، اكيد فريق عربي وبهمنا كثير، يعني ان كان مصري ولا اي فريق عربي ثاني نحن كمان عارف كيف بنكون معه مثل ما بيقولوا قلبا. اسالك السوري اهلاوي ولا زملكاوي؟ السوري دايما اهلاوي. طيب اسالك عن الفطار، وجبات الفطار بالنسبه للاعبين كان ايه اللي بيطلب؟ الجبن، فول، لو في حلاوه، الحاجات اللي هي اللي تبقى بتدي طاقه للاعب على مدار اليوم. يعني هو كان اكثر شيء رك على الاجبان البيضاء، عارف كيف، وما تكون مالحه كمان، مثل ما قلت لك كثير ملح بهمهم، لانه بالتدريب بيصيروا بيعطشوا بده يشربوا مي، فلذلك الدكتور هاني ركز عليه تكون الاجبان ما تكون كثير مالحه. كان في فول طبعا اكيد، عارف كيف، وبنفس الوقت كمان نفس الشيء الاملاح على طول، الاملاح الملح ملح على طول. كنا نعطيهم بعد الحليب اللوفات واللي هو الفول كريم، عارف كيف، وكان عندنا شغلات مثل تقريبا الفواكه لا على طول موجوده، فطور وغدا وعشاء، اللي هي الموز، التفاح، الاخضر والاحمر، عارف كيف، وكان عندنا كات فروت غير الهول فروت، كات فروت هذول بيجوا كمان اناناس وهاني ميلون وراك ميلون، يعني هذول كمان كانوا على طول موجودين. مع ذلك فروت سلط، يعني كل هاي الفواكه كانت موجوده على طول. شيف سوري والاكل مصري والطباخين معاك بقى، انا اعرف في جنسيات كتير، الطباخين كانوا معاك جنسيات منين؟ معي اثنين مغربيه وواحد سوري، يعني احنا اثنين سوريين واثنين مغاربه،
لو كان واحد هنجي واحد فلبيني كانت هتبقى الامر صعب. كان صعب كثير علي لانه حكون انا اللي حاعمل كل شيء، عرفت كيف؟ ولذلك لا يعني ان شاء الله الحمد لله كان الوضع منيح يعني بهالموضوع يعني ساعدني كثير اكيد. طيب سؤال اخير دلوقتي، الفريق هيتوجه للملعب المباراه، في اغذيه او في سندوتشات او في امور معينه الفريق بيصطحبها معاه وهو رايح على المباراه؟ اكيد اعطيناهم الفواكه اللي هي الموز والتفاح الاخضر والاحمر، عرفت كيف؟ غير انه حياخذوا معهم الحليب اللي هو اللوفات والفول كريم. تمام. بس هو هاد طلبيه الدكتور هاني، يعني احنا بنمشي على حسب طلبيه الدكتور هاني. ما حدش طلب منك اكله سوريه؟ يا ريت يا ريت. يا ريت حاجه ليك. انا تمنيت، بس انا قلت اكيد باعتبار بدنا الاكل هيلثي. هلا اليوم على العشاء اكيد حضر نفسك بعد الماتش. بعد العشاء اليوم حنعمل لهم حلويات عربيه مليانه من كل شيء، فواكه وكيك واي شيء، عرفت كيف؟ حتى على طول قال لي الدكتور هاني اليوم مش مشكله، بعد المباراه الماتش على طول خلاص مش مشكله. فان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق وبيفوزوا، عرفت كيف؟ ومثل ما قلت لك نحن كلنا اهل عرب ما في مشكله، واهلاويه اكيد اكيد اهلاويه 100%. الشيف ماهر الصواف الشيف السوري لبعثه فريق النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله ليك ولبعثه فريق النادي الاهلي، والمباراه ان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. لكن بشكل عام هنا داخل فندق الاقامه بصراحه الاستعدادات بتسير على قدم وساق. المهندس محمود طاهر كان متواجد اليوم قبل صلاه الجمعه وكان حريص على اداء صلاه الجمعه مع البعثه بالكامل، واجتمع بالكابتن حسام البدر لمده 10 دقائق بعد صلاه الجمعه واطمأن منه على بعثه فريق النادي الاهلي وعلى ترتيبات فريق كره القدم، وحثوا على ضروره الفوز واحراز هذه البطوله الغاليه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي واسعاد الجماهير الاهلاويه اللي ممتلئه من الان داخل فندق الاقامه قبل المباراه بحوالي 6 ساعات. كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي والفوز بالسوبر العاشر باذن الله على ملعب محمد بن زايد هنا في نادي الجزيره الاماراتي باماره ابو ظبي.